أهلا وسهلا بكم لنلقي نظرة على آخر تطورات الإصدار 12.10 من توزيعات أوبونتو. الإصدار النهائي لهذه النسخة سيكون في آخر شهر أكتوبر المقبل، لكن لما لا نلقي نظرة على ميزاتها ما دامت أن بعض هذه الميزات قد أدرجت في النسخة التجريبية لحد الآن. أنا ثبت التوزيع على جهاز وهمي، لم أغير أي شيء باستثناء الخلفية. الخلفية الآن تظهر طائرة الكواتزال الذي هو شعار الإصدار القادم من توزيعات أوبونتو. الشعار كان للتركيز أو لإظهار أن التركيز في هذا الإصدار سيكون على التصميم. مطوري أوبونتو سيعملون على إدراج حزمة أيقونات جديدة وأيضا التطوير في السمات الافتراضية، لكن لحد الآن هذه التغييرات لم تقع. هناك تغييرات أخرى سنستعرضها في هذا الفيديو. إذن أول ما التغييرات التي لاحظت هو إدراج قائمة المستخدم وإعدادات النظام هنا في النسخة 12.04. في النسخة 12.10 أصبحت على هذا الشكل، حيث أصبح المستخدم ضمن قائمة إعدادات النظام. هنا تغييرات About this computer تدخلنا لتفاصيل النظام System Settings لإعدادات النظام، وما تبقى فهو كما في الإصدار السابق. تغيير آخر مهم هو شكل تصميم أو تصميم مدير الملفات أو متصفح الملفات نوتيلوس. عرف تصميم واضح، لم عرف تغيير واضح على مستوى التصميم كما تلاحظون الآن. تم التخلي عن قوائم أعلى واستبدالها بهذه الأيقونة. هنا يمكن الدخول منها إلى إعدادات المتصفح، تغيير طريقة عرض الملفات. هي أيضا عرفت بعض التغيير، تم التخلي مثلا عن اللوح الإضافي مثلا في التوزيعات 12.04 يمكن إظهاره بالضغط على F3 على هذا الشكل، حيث يقسم الملف المتصفح إلى جزئين، لكن في هذه النسخة الإصدار 12.10 فقط تم التخلي عن هذه الخاصية للأسف. كانت خاصية مهمة بالنسبة لمن يقوم بنسخ لصق ملفات بصفة أو بوتيرة كبيرة. تغييرات أخرى، هناك ما يسمى بالبحث عن طريق الكتابة. فقط أبدأ بالكتابة فتظهر خانة للبحث. كان لم تكن هذه الخاصية مدرجة من قبل، أصبحت الآن في الإصدار الجديد. تغيير على الشكل، مستوى الشكل، هنا إدراج أيقونات لديسكتوب، دوكيمنت، داونلودز، أيقونات صغيرة. أما ما عدا ذلك فليست هناك تغييرات أخرى. تغيير مهم آخر في الإصدار 12.10 هو إدراج ما يسمى تطبيقات الويب (Web Apps). أنا سأريكم كيفية عمل هذه التطبيقات على الإصدار 12.04، قمت بتثبيتها عليها أيضا. أريكم لما تصلح هذه التطبيقات. أنا فضلت أن أريكم هذه التطبيقات على الإصدار 12.04 لأنها أسرع. إذن نفترض أننا نستعمل أي موقع، تطبيقات الويب ويب أبس أتت لإدراج المواقع المهمة داخل سطح مكتب أو مكتب أوبونتو. نلاحظ مثلا حين أدخل على تويتر سيعطيني هذا الخيار، هل أريد إدراج تويتر في مكتب أوبونتو؟ لو ضغطت يس نعم، فماذا سيحدث؟ أنه الآن سيمكنني فتح تويتر من قائمة الداش على شكل تطبيق ويب، يكون له هذا الشكل. الآن أعيد العملية أن يكون الآن يمكنني أن أفتح على هذا الشكل، يفتح على شكل تطبيق ويب على هذا الشكل، ومنه يمكنني التعامل مع الموقع بشكل عادي. لكن الميزة هو أنه يتم إدراج هذه المواقع التي نقبل إدراجها في سطح مكتب أوبونتو، يتم إدراجها مثلا على حسب مجالها، مثلا تويتر تأتي فيه تنبيهات فيتم إدراجه في خانة الرسائل على هذا الشكل. حين تظهر رسائل جديدة تظهر هنا تنبيهات بوجود رسائل جديدة. مثلا في اليوتيوب لو قمت يمكنني التحكم فقط، لو قمت بتفعيل إدراج اليوتيوب في سطح مكتب أوبونتو فالآن سيمكنني لاحظ معي الآن سيمكنني التحكم في فيديو، مرور لفيديو قادم فقط من
قائمة الصوتيات لتوزيع أوبونتو. إذن هذه الخاصية مهمة للمواقع التي يمكن بها التفاعل مع محتوياتها كمواقع مثلا اليوتيوب لتصفح الفيديوهات. ليس بالضرورة أن أكون على الموقع، لكن الموقع يجب أن يكون مفتوح على هذا الشكل. حتى الآن يمكنني من اليوتيوب فتح أو هنا التنقل بين الفيديوهات التي موجودة على الصفحة الخاصة باليوتيوب. مثلا فيسبوك نفس الشيء، يمكن أن أقوم بفتحه من الداش، وأيضا له تطبيق، وأيضا الإدراجات الخاصة به أو التنبيهات الخاصة به. تدرج في قائمة ميمينيو، يأخذ بعض الشيء بعض الوقت. لاحظ معي الآن أصبحت مدرجة في قائمة ميمينيو. لو وصلتني رسالة فستظهر لي أيضا هنا تنبيه كأني أشتغل على داخل التوزيع فقط، أو أن التنبيه خاص بالتوزيع. كما لاحظ معي الآن هناك تنبيه بالنسبة لتويتر، هناك تغريدة جديدة. في إعدادات النظام هنا دائما أتحدث عن النسخة 12.10، حتى لو أني أريكم الآن التطبيق بالنسبة لتطبيقات الويب على 12.04 فهي خاصة ب 12.10 فقط، هنا لاستفادة من سرعة النظام، لأن النظام 12.10 ثبته على جهاز وامي. إذا ستنضاف هنا Online Accounts، منها أو فيها ستجدون المواقع التي تدعم ويب أبس، تطبيقات الويب. يمكن إضافة حسابات لنا مثلا على فيسبوك، فليكر، تويتر، جوجل. وحين نضيف هذه الحسابات يمكن التفاعل معها عن طريق مكتب أوبونتو كما رأينا. وأيضا تضاف عدسات خاصة بها، مثلا عدسة خاصة بجوجل دوكس. لو أضفت حساب لي بجوجل لحسابات أونلاين أكاونت فتظهر هنا الملفات الخاصة بالموجودة على جوجل دوكس. الصور أيضا مثلا من موقع فليكر، لو أضفت حساب لي على فليكر ستظهر الصور الخاصة بفليكر هنا ويمكنني التنقل إليها. إذا لحد الآن هذه هي أهم التغيرات التي لاحظت. كما قلت توزيعة أوبونتو 12.10 سيتم التركيز فيها بشكل أساسي على التصميم. لحد الآن ليس هناك تغيير كبير على مستوى التصميم باستثناء متصفح الملفات نوتيلس. ننتظر أن يتم تغيير أو إدراج حزمة أيقونة جديدة، وأيضا التطوير على السمة البدئية، سمة أمبيانس وراديانس. لا أنصح لحد الآن بتجربة التوزيع أو الإصدار كنظام أساسي. يمكن تجربته في نظام وهمي، يمكن تجربته أيضا على فلاش USB، فقط لملاحظة هذه التغييرات التي أشرت إليها لحد الآن. لكن لا أنصح باستخدامه أو بتبنيه كنظام رئيسي على الأقل لحين إصدار النسخة بيتا. لا زال هناك بعض الوقت، أعتقد إلى آخر شهر أغشت المقبل. إذن كانت هذه آخر التطورات التي لاحظت على الإصدار 12.10 من توزيعة أوبونتو. نلتقي في تقرير أو درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.